سيدي الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم جيت نتكلم لكم على عدو النحل، عدو آخر من نوع آخر، إنه النمل. ها هو إنه النمل، هذا عدو من أعداء النحل. لاحظوا معايا، شاهدوا هذا النمل، هذا حنا كنقولوا له بالدارجة المغربية الشمام، الشمام رقيق. دابا هذا كيحاول باش يقتحم هذه الخلية، هذه الخلية هادي، وين هذه الخلية هادي مزيانة، علاش؟ عامرة، كانت فرخ صغير، أي طرد صغير، قدر غيهاجمو من هنا، يدخلو من هنا، يدخل من هنا، هادي ميقدرش يدخل. هاكا غندير احتياط، لا بدا ندير احتياط، علاش؟ هو فاش كترتفع الحرارة كيعجبو الحال هاد النمل، هذا خطير، شحال من خلية اللي مرديتش البال، هادي تدخل عليها، هادي، هاهو كاين في جبالكم في الصندوق، هاهو، هذا تا هو من أعداء النحل. فهمت دابا، واخا كيدور هنا هاد الخلية، ما يديش منا دابا، خليني هاكو غادي نعالج هاد الخلية. هادي يقدر يهاجم، هذا فرخ على 6 إطارات أو 7 إطارات، يقدر يهاجمو. هذا فرخ، مازال فرخ. هذا النمل هذا أخشاه، خطير. أو لاحظوا واش كيدير هنا. اليوم جيت اليوم فجأة ولقيتو هنا، هنا لقيتو موجود، سبحان الله العظيم. عندي هذه المنطقة ما كاينش الدبابير غير موجودة، ولكن عدو آخر هو النمل. لاحظوا مني كيطلع، ها شوف راه هنا داير لاصقي شكوتش، وهاكا كيقدر يدوز، ولاني ما نخافش على هاد الخلية. الخلية ما شاء الله بدات عاسلة، ولكن لابد ندير احتياط. هذا هو العدو عندي في المنطقة، هما ما شاء الله خليات عجبهم الحال، درجة الحرارة واخا مرتفعة، لكن كاين عندنا موقع مزيان، هذا اختبر هو كيكون في هذا النوع ديال الحجر، حنا كنقولو له اسقين، يكون فيه موجود بكثرة، كاين دابا هنا موجود بكثرة، ها موجود. عواشركم مبروكة، دمتم في رعاية الله، ونتمنى تشتركوا معايا مزيد من الفيديوهات. الله يعاون.